مساء الخير. في الوقت المستقطع بين بيانات الخميس وسجالاته التصعيدية على مسار العمل لتأليف الحكومة، وبين التوجهات نحو معاودة تنشيط جهود التأليف بدءا من الأحد بحسب أوساط سياسية مطلعة، خطفت دمشق الاستراحة والأضواء، وضمنها استراحة اللواء إبراهيم، واستضافت أول وفد لبناني حكومي بالشكل الرسمي منذ عشرة أعوام. فبعد أسبوعين على كلام السفيرة الأمريكية عن فكرة استجرار الغاز من مصر فالأردن إلى لبنان عبر سوريا، وكأنها أعطت باس بالمباشر أو غير المباشر اعتباطيا أو متقصدا للبحث في الأمر مع السوريين، انتقل اليوم فريق وزاري لبناني ضم وزراء الدفاع والمال والطاقة والمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم إلى دمشق للبحث في طرق تنفيذ الاقتراح الأمريكي باستجرار الغاز المصري مرورا بالأراضي الأردنية ثم السورية لإضاءة لبنان. عكر أكدت لتلفزيون لبنان أن الزيارة كانت بناءة ومثمرة، كما أشارت إلى أن الوزير غجر سيزور الأردن الأسبوع المقبل، وبالتوازي وعلى الخط نفسه يجري التحضير لتسيير قوافل الصهاريج المحملة بالنفط الإيراني بعدما أفرغته الناقلات الإيرانية في ميناء بنياس السوري. وفي موسم الوفود أفادت معلومات صحفية أن وفدا نيابيا أوروبيا في لبنان اليوم لإجراء محادثات مع مختلف ممثلي الدولة اللبنانية، وذلك بعد يومين على مغادرة وفد الكونغرس الأمريكي بيروت. كل ذلك وعلى قارعات طريق الوجع، قدرت منظمة الإسكوا أن 82 من اللبنانيين فقراء، ورأت أن الحل يبدأ بتأسيس صندوق وطني للتضامن الاجتماعي للتخفيف من وطأة الأزمة، وهكذا بفضل سلسلة من المواسم الانتخابية النيابية اللبنانية وحفلات من التصفيق والتهاليل وطقوس تأليه الزعماء، بات معظم اللبنانيين من الطيبين عموما والمتناكدين خصوصا، كما المنتكسين بثقتهم التي منحوها لهؤلاء، باتوا في قعر الدرك المعيشي، باتوا في لبنان الفقير بعدما مر لبنان الكبير بمراحل مجلية ومزدهرة، خصوصا بأيام لبنان الجميل والأصيل. وأما في هذا الزمن فقد مر 13 شهرا على اللبنانيين ولم تتألف حكومة بعد، والدولار يحلق على علو يقارب 20,000، والمعنيون بالتأليف الحكومي يتناتشون الحصص. أوساط مطلعة أكدت أن الاتصالات ستنشط من مساء الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك بهدف إخراج صيغة حكومية من عنق زجاجة القوى السياسية المعنية، مع التذكير بأن العقدة التي بدت في ظاهرها كأداء وتعوق ولادة الحكومة ترتبط بحقيبتي الاقتصاد والشؤون الاجتماعية، بعدما آلت حقيبة الطاقة لفريق رئيس الجمهورية العماد بشلعون، الأمر الذي يعني أن عيون ومصالح السياسيين في المرحلة الآتية تتجه بشراسة نحو الاقتصاد ومفاصله المقبلة، كمثل التفاوض مع صندوق النقد الدولي وملفات أخرى. من جهة ثانية، نشر بعض الصحف اليوم فكرة من الأفكار المتداولة حديثا وتتلخص باقتراح مخرج بحكومة من 14 وزيرا من الذين درجت العادة على تسميتهم بالأقطاب. هذا الاقتراح الذي لم يطرح بعد على رئيس الجمهورية هو العنصر الوحيد الذي ظهر في الساعات القليلة الماضية على مسار التأليف، وقد علم به عبر الصحف. في أي حال، كشفت أوساط الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن اتصال حصل على خط بعبدة البلاتينوم يوم الجمعة، وأن الرئيس المكلف لا يزال يرى أن الأمل والرجاء موجودان بتأليف حكومة وفق قاعدة اشتد أزمة تنفرشي. ولقد رجحت أن تكون الأيام الثلاثة المقبلة
هي أيام الفرصة الأخيرة لكي تتألف حكومة. تفاصيل النشرة نبدأها من المحادثات الرسمية اللبنانية السورية في دمشق في شأن استجرار الغاز. هل تجر زيارة الاستجرار زيارات أخرى على مستويات عليا؟ بعد 10 سنوات من التباعد السياسي، زيارة حكومية رسمية لبنانية ليوم واحد في دمشق، حيث أجرى الوفد الوزاري اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال زين عكر ووزيري الطاقة والمال في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر وغازي وزني ومدير عام الأمن العام لواء عباس إبراهيم محادثات في وزارة الخارجية السورية حيال آلية وطرق استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سوريا إلى شمال لبنان. الوفد اللبناني استقبله وزير الخارجية السورية فيصل المقداد في نقطة جديدة يابوس الحدودية. المقداد أكد أن سوريا إيجابية في هذا اللقاء وهي ترحب بأي مبادرة ولن تقف عائقا أمام أي اتفاقية تخدم لبنان. وبعد لقاء جمع وزير الثروة النفطية السورية ووزير الطاقة ريمون غجر أشار الأخير إلى أن هناك غازا يصل فقط إلى معمل دير عمار في لبنان بعد أن يستجار عبر الأردن وسوريا. وزير الثروة النفطية السورية من جهته لفت إلى أن الشعب السوري يعاني في ملف الطاقة كما الشعب اللبناني، والأمريكيون يحتلون ثروة الغاز ويتصرفون بها تصرف قطاع الطرق ويجب تحريرها. رئيس المجلس الأعلى اللبناني السوري نصر خوري أكد ترحيب دمشق بالطلب اللبناني لاستجرار الطاقة وأعرب عن اعتقاده بأن الزيارة لها مدلولات سياسية وأخرى تتعلق بموضوع الغاز وإعادة تفعيل التعاون بين البلدين. وطلب الجانب اللبناني إمكانية مساعدة سوريا للبنان في تمرير الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية. رحب الجانب السوري بالطلب وأكد سعادات سوريا لتلبية ذلك. اتفق الجانبان على متابعة الجوانب الفنية التفصيلية من خلال فريق فني مشترك لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الفنية في كل من البلدين. خوري شدد أيضا على أن سوريا دائما كانت إيجابية في كل توجهاتها وتجاوبت على رغم الجراح التي أصابتها بسبب عدد من المواقف وتحرص على التعاون مع لبنان ومساعدته. دولة عكر أكدت لتلفزيون لبنان أن الأجواء كانت بناءة وجيدة جدا وأن الفريق السوري أكد كل استعدادات التعاون، كما أشارت إلى أن وزير الطاقة سيزور الأردن الأسبوع المقبل. مع الحديث عن رفع سقف السحوبات بالليرة اللبنانية، كلام عن بيراء ليرة بنكية على غرار الدولار واللولار بحسب ما أكد لتلفزيون لبنان الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شكرة. دينا رمضان. مع انتهاء مفعول التعميم 151 نهاية أيلول الحالي والحديث عن رفع سقف السحوبات بالليرة اللبنانية لحسابات الدولار، يتوجب أن يكون الرقم منطقيا أي ما يوازي 50% من قيمة سعر الصرف في السوق الموازية. واليوم هناك كلام عن بيرة أي ليرة بنكية على غرار الدولار واللولار. طبعا عم يطرح ارقام كثيره من 8000 ومن 10000 ومن 12000 بحجه بانه سعر الصرف بالسوق الموازي هو اليوم 20000، وبالتالي الرقم المنطقي هو ان يكون على القليله 50% من قيمه سعر الصرف بالسوق الموازي. الا انه بحسب المعطيات المتوفره فانه من المستحيل على مصرف لبنان يوافق على هذه الارقام، واذا كان بده يعدل سعر سقف السحوبات فهو رقم مش اعلى بكثير من 3900 ليره، اي انه هو رقم رح يكون بين 3900 و6000 ليرة ماكسيموم لعدة أسباب. أهم طبعا يعني من نهاية العام 2019 لحد اليوم ضخمت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، أي السيولة المتوفرة بين يدين الناس والودائع تحت الطلب بالمصارف اللبنانية، من أقل من 5000 مليار ليرة إلى أكثر من 50000 مليار ليرة. وطبعا هذه الكتلة بتمثل طلب مباشر وغير مباشر على الدولار، وبالتالي كل ما كبرت هذه الكتلة النقدية كل ما صار سعر الصرف مهدد أكثر بالانهيار وبالتالي تحقيق المزيد من التضخم والارتفاع بالأسعار. 2 والأهم، فإنه طبعا في حال كان رح يرفع مصرف لبنان سقف السحوبات فمن المتوقع أيضا أنه لن تسلم هذه السحوبات كلها نقديا للمودعين، إنما ستقسم إلى شقين، شق سيقبض نقدي بنسبة 50% والشق الآخر سيوضع فيه بطاقات للشراء عبر البطاقات الإلكترونية. وهون كمان في مشكلة لأنه أغلبية المحلات بلبنان توقفت عن قبول البطاقات الإلكترونية فهي غير مستعدة
تؤدي إلى تحرير أموال المودعين، وبالتالي يعلقوا مصرياتها أو أموالها بالحسابات، وبالتالي من هون من المتوقع أيضا بحسب المصرفيين أنه تتجمع سيولة بالليرة اللبنانية، لا يملك المودعين القدرة على تسييلها، الأمر اللي سيدفعهم بكتابة تشيكات مصرفية فيها بقيمة أقل من القيمة الحقيقية للليرة، وهيك رح تنتج عنا عملة جديدة هي البيرة، مثل ما في عنا دولار ولولار رح يصير في عنا البيرة والبيرة، أي البيرة هي الليرة البنكية بقيمة أقل من القيمة الحقيقية. ثلاثة وأيضا المهم جدا بأنه مصرف لبنان هو عم يتحمل الفرق بين سعر الصرف الرسمي 1005 والسعر اللي عم يسحبوا عليه المودعين أموالهم بالدولار، وبالتالي هذا بيمثل زيادة بالدين على مطلوبات أو بزيادة ارتفاع مطلوبات مصرف لبنان. أبو شقرة أكد أن الأخطر يبقى بالاتجاه نحو المزيد من الأوراق المطبوعة ولا تحسن في القدرة الشرائية. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي رأى خلال تأبين تكريمي في الشبريحة لابد من التنازل في مسألة تأليف الحكومة لمصلحة الوطن والمواطنين، وعلى المعنيين أن يرأفوا بالعباد. فلا يصح أن يظلم الوطن لأجل أن ترضى فئة قليلة من بعض أبنائه. الأصل أن نرضي العامة، يعني عامة الناس، عامة الوطن، عامة المواطنين. طيب ما معقول يعني يبقى الوضع على ما هو عليه ونحن البعض يقارب ملف تشكيل الحكومة وكأنه ما في بهالبلد أزمة خانقة. أيها المعنيون، معنيين تحديدا بالتأليف، أيها المعنيون ارحموا، نقول لكم ارحموا بلدكم وأهلكم وسارعوا في تشكيل الحكومة ورفع الضيم والأذى عن العباد والبلاد، فأنتم مسؤولون أولا أمام الله وأمام التاريخ وأمام شعبكم. الراعي عرض مع فرانسكا تعاون بين لبنان والأمم المتحدة والسنيورة من الديمان حريصون على إيجاد طروحات جامعة توقف الانهيار وتحقق الإنقاذ. عرض البطريرك الماروني الكاردينال مارب شرب بطرس الراعي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونسكا الوضع العام والتعاون بين لبنان والأمم المتحدة. وقد أعربت فرونسكا خلال اللقاء عن استغرابها من عدم مبالاة المسؤولين بحالة الشعب الذي يعاني جراء الوضع المعيشي الصعب، وعرضت للمساعدات التي قدمتها الأمم المتحدة للبنان آملة أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها ليتم سماع صوت الشعب اللبناني. بدوره أثنى الراعي على المبادرات التي تقوم بها الأمم المتحدة آملا المزيد من الدعم ليتمكن المواطن اللبناني من الصمود في وجه الأزمات التي يعيشها. واستقبل الراعي الرئيس فؤاد السنيورة والوزيرين السابقين رشيد درباس وسجعان الزي. وبعد اللقاء أكد السنيورة ضرورة الإسراع بتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وغير حزبيين وغير مستفزين. أمام الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف خياران لا ثالث لهما، إما أن تتألف حكومة يكون فيها الهم الأساسي إرضاء اللبنانيين الذين يريدون حكومة تعبر عن ما يسمى مزاجهم ورغبتهم في إنقاذ بلدهم، أي أن تكون حكومة من اختصاصيين تستطيع أن تعبر من خلال أعضائها المستقلين غير الحزبيين وغير المستفزين لعملية وقف الانهيار، أو أن تتألف حكومة يصار فيها إلى إرضاء السياسيين، وهذه الحكومة بالنهاية تولد ميتة. السنيور اعتبر أن كل تأخير ومراوغة وابتعاد عن فكرة الاختصاصيين في عملية التأليف ستكون الكلفة باهظة على اللبنانيين الذين يعانون الأمرين من خلال الإهدار لكراماتهم ولمستوى عيشهم. حذر المجلس السياسي للتيار الوطني الحر الذي عقد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل من أن التيار لا يقف مكتوف الأيدي أمام أي مماطلة بتأليف الحكومة، وهو سيبدأ عملية اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. وأكد المجلس أن القوى الماضية في مخططها لإسقاط رئيس الجمهورية ستفشل حتما في تحقيق هدفها، لكنها في المقابل ستكمل الحصار على الشعب اللبناني المهدد بالفوضى وبالتجويع وبفقدان الدواء والطاقة،
وعليه يدعو المجلس السياسي للتيار رئيس الحكومة المكلف إلى الاتفاق سريعا مع رئيس الجمهورية شريكه الدستوري في تأليف الحكومة وإعلان التشكيلة الحكومية بعدما تم تخطي كل العراقيل المفتعلة لتأمين ولادة حكومة قادرة على الإصلاح ووقف الانهيار بحسب البيان. عضو تكتل لبنان القوي النائب العكري مصطفى حسين اتهم الرئيس المكلف بعدم الرغبة بتأليف الحكومة، فيما رئيس الجمهورية يريدها اليوم قبل الغد. مزير المرعبي. رأى عضو تكتل لبنان القوي النائب مصطفى علي حسين أن لا حكومة بالمدى المنظور بعدما كانت عملية التشكيل وصلت إلى خواتيمها. وعلى رأي حسين أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هو من يعلقل التشكيل، وأن الرئيس عون يريد حكومة اليوم قبل بكرة، ولكن العراقيل تأتي من الفريق الآخر. الرئيس ميقاتي المكلف يفترض أنه هو يشكل الحكومة، بس بالاتفاق أنه بينه وبين رئيس الجمهورية وتشكل الحكومة. بس على ما يبدو في ناس عم تعرقل التشكيل، ما نوع عم يقدر هو يشكل حكومة أو يعطي أسماء إلا من ما بعد ما بيتفق هو والحكومات رؤساء الحكومات السابقين. ولما بدك تقول رؤساء الحكومات السابقين معه هو ليشكلوا الحكومة، ما عاد في يعني أيام زمان كانوا يقولوا إنه الطبخة بس تكتر الطباخين بينزعوها. اليوم هو يجب عليه هو بالتكاتف والتآلف مع رئيس الجمهورية يشكل الحكومة. العقدة هنيك، لأنه اليوم بيتفقوا على شيء على بكرة بيصير شيء، واليوم بيقول هو أنه في ثلث معطل، طيب ويرجع بيقول الرئيس أنه أنا ما بدي ثلث معطل. يعني لا، شو المشكلة يعني بعد ما اتفقوا على كل الوزراء؟ يعني بتكون وزارة واحدة هي بتعطل كل شيء وتوقف بتاخذ البلد لمحل تاني. وضع حسين الاهتمام بعكار وقال لماذا هذا الغياب من قبل الدولة عنها وهي التي قدمت الكثير للوطن، مشيرا إلى أن عكار ستبقى عصية على الفتن مهما اشتدت الأزمات. حسين كان يتحدث لتلفزيون لبنان من دارته في سهل عكار. منذ المرابي، أمين سليمان، عكار، تلفزيون لبنان. أحييكم من جديد. أصدر مروان جورج أبو معش صاحب محطة وردية للمحروقات الكائنة على مفرق سانتر لستة جوني بإدارة روكنبارك بيانا أعلن فيه أنه أبلغ نقابة محرري الصحافة اللبنانية استعداد المحطة لتسهيل تزويد الصحفيين والإعلاميين من أبناء كسروان الفتوح وجبيل وقاطنيها المنتسبين إلى نقابة المحررين بالوقود شرط إبراز البطاقة النقابية. وتأتي هذه المبادرة احتراما لمهنة الصحافة والعاملين فيها ووفاء لذكرى والده عضو مجلس نقابة محرري الصحافة السابق المرحوم جورج أبو معشر، عفوا، الزميل السابق في تلفزيون لبنان. وتجري تعبئة الوقود من المحطة المذكورة طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا حتى 2 بعد الظهر ما عدا يوم الأحد، وذلك بدءا من يوم الاثنين 6 أيلول 2021. إذن للتصحيح، أصدر مروان جورج أبو معشر. رئيس بلدية صيدا محمد السعودي في مؤتمر صحفي: صيدا لم تأخذ حصتها من المحروقات، وزعنا المازوت بعدالة وشفافية ونحن لسنا مكسر عصا لأحد. وكشف عن مشروع تدرسه بلدية صيدا لتوقيع اتفاق مع شركة أمريكية لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بمعدل 100 ميجاوات كهرباء لصيدا والجوار، لافتا إلى أن مدة التنفيذ بعد الموافقة عليه هي 8 أشهر أو أقل. أهم شيء في الاجتماع تبعنا الإسراع في إطلاق التطبيق الإلكتروني الذي سيعلن عنه قريبا، والمتعلق بتسهيل تعبئة البنزين لآليات سكان مدينة صيدا مع تخصيص عدد من المحطات لهذه الغاية
ومن المتوقع أن تحد هذه الطريقة من معاناة المواطنين على المحطات. اللي ما ذكرناه هون هو مين المحطات اللي بدها يعني تتخصص للمقيمين في مدينة صيدا والجوار، اللي هم لحد هلأ ثلاثة، بدنا نزيدهم أربعة ويمكن أكثر كمان يعني حسب الحاجة. ثلاث محطات هم محطة عنتر اللي هي عند النافعة، محطة عنتر الثانية اللي هي بمجمع القطب هون على قلية فينا نقول عليها، والمحطة الثالثة اللي هي الكلانة اللي بوجه مكتبة زياد. هاي تاعت الكلانة إلى مدخلين، مدخل من الكورنيش ومدخل من شارع رياض الصلح. فلحد هلأ هاي اللي حددناهن، منتظرين الكورال يجاوبنا إذا كان بيحممها لمدينة لنفس الغرض اللي هي هون حد اللي بوش شركة الكهرباء. تعرف نحن موضوع المازوت إلى حد ما يعني قدرنا نوزعه بعدالة، وطبعا صرنا مدة عم نعملها مع بإشراف وعمل لجنة شفافية في توزيع المازوت. فنحن طبعا مهما وزعنا هالأيام ما عم تجي شيء يعني كميات كافية. يعني مثلا الشهر الماضي من الزهراني أخذنا مرتين بالشهر، الباقي يعني عم نجيبه من الشركات. حتى الشركات صار مدة هلأ مش عم تعطي، خصوصا بعد ما تغير السعر. وفي صيدا أيضا المعاناة مستمرة، فقر مدقع، انعدام شبه تام للخدمات، والحياة تكاد تتوقف. غلا فاحش يعني للأسف ما خلوا شيء للفقير، بطاطا ما قادر يأكل. معقولة هيك؟ طب أسعار الألبان والأجبان غليت برأيك؟ نار خمسة يعني 100% زي ما بقولوا 500% غلي، من 10 إلى 50 ألف قويت اللبنة غلا، وما في كهرباء يعني مش بس من هون على الجهتين زي ما بقولوا. يعني ما عارفين كيف عايشين، كيف ما نروح، كيف ما نكمل حياتنا. المصاري ما عادش إلا قيمة، من وين ما تجيب مصاري، من وين ما تأمن أكلك، تأمن شربك، ما جيبوا أي جبنة نتعشى فيها ومنتهي فيها ثاني يوم. رجع الله، أنا عايش على مر في الحال، ما عايش حدا معي. كيف العائلة اللي عنده عائلة بده 2 و3 ونص كيلو لبنة، كيف عايش؟ يعني كنا بالأساس نشتري كيلو البطاطا يجي من مصر، بطاطا الكيس ب10,000، اليوم بالحسبة الكيلو ب10,000. كيف بدنا نشتغل وكيف بدنا نعيش؟ مش عارفين، لا كهرباء ولا مي ولا كيف جبنة هالقد شافي 10,000. كنا ناخذ الكيلو بالقالب، اللي كان ياخذ كيلو صار عم ياخذ مية ومية ونص. ما في قالب ولا في موتار، بدور الموتار 4 ساعات بالنهار 5 ساعات. طيب انتم كيف عم تحموا بضاعتكم يعني؟ عم نجيب بضاعه يومي، كل يوم بيومي بضاعه يومي، يعني عم نجيب نص ربع الكميه بدنا نجيب بالاول. والزباين قد ايه عم يشتروا من عندك؟ كيف الشراء حركة البيع؟ الزباين اللي كان ياخذ كيلو صار عم ياخذ مية مية ونص، خف البيع، خف البيع يعني 30% تقريبا عم نبيع يعني صار باليوم. في مرجعيون تم قطع الطريق احتجاجا على استمرار توقيف علي الفحيلي صاحب محطة بنزين. لليوم الثاني على التوالي قطع محتجون من أهالي القلاعة وأبناء منطقة مرجعيون والجوار وجبل عامل الطريق بالسيارات عند محطة توتال على مدخل بولفار مرجعيون للقلاعة، وذلك بسبب توقيف صاحب المحطة إلي الفحيلي بأمر قضائي قبل يومين ونجله جوزيف قبل 10 أيام، ورفعوا لافتات منددة بتوقيفهما. وتحدثت ابنة صاحب المحطة ميلاد الفحيلي لكاميرا تلفزيون لبنان مع أدوار عشي: ما في قرار قانوني بتوقيف بي، وخي ماكسيموم توقيفه 10 أيام، ماكسيموم لازم يتوقف 10 أيام ماكسيموم. بي موقوف ظلم، وأنا بدي أقول إنه مع انه كلهم عم بيوششوني مسؤوليه، القضاء فاسد والقضاء مسيس
كلهم عم بيقولوا لي هذا المضبوط بتحطها بدك تعمل لها مونتاج اعمل لها مونتاج. انا باقي هون ليطلع بيي، بيي بده يطلع يوم، بيي زلمة عمره 70 سنة، كل العالم بتشهد بيي مش اذي حدا، بيي خويجة وطول عمره خويجة بيحكي العالم باحترام، بدي يطلع بيي اليوم لان بيي زلمة مريض. وكان دورية من مكتب أمن الدولة في مرج عيون قد أوقفت منتصف ليل 24 آب الماضي كلا من إليل فحيلي صاحب محطة توتال وابنيه شربل وجوزيف، وذلك على خلفية إقدامهم على التهجم على المحامية العامة المالية القاضي فاتن عيسى على المحطة. في اليوم التالي أفرج عن الأب بسنة إقامة والابن الأكبر شربل لأنه لم يكن متدخلا بالأمر، فيما بقي الابن الأصغر جوزيف موقوفا في نظارة أمن الدولة. وقبل يومين أي الخميس كانت هناك جلسة استماع بالقضية للأب في النيابة العامة في النبطية، حيث أمر القاضي وسيم إبراهيم بتوقيفه بخلاف رأي النيابة العامة بالموضوع بالإفراج عنه، كما صرحت ابنته ميلادي فتم نقله إلى سجن الخيام وقد أضرب عن الطعام باعتبار أن توقيفه كان ظلما بحسب رأيه. أجرى رئيس مجلس النواب نبيح بر اتصالا هاتفيا بمدير مكتب سماحة المرجع الراحل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم في لبنان العلامة السيد حيدر الحكيم، قدم فيه التعازي بوفاة المرجع. وللغاية نفسها أبرك الرئيس بري لسماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في العراق معزيا: إننا حيال هذا المصاب الجلل نتقدم من سماحتكم ومن الشعب العراقي الشقيق ومن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأحر التعازي، سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن فقيدنا الكبير الفسيح من جنانه إلى جوار الشهداء والأولياء والصديقين. في الأخبار الدولية، احتفال طالبان بسيطرتها على وادي بنجاشير تحول دمويا، وقائد جبهة المقاومة الأفغانية يتعهد بمواصلة القتال ضد الحركة. مع تأخير إعلان الحكومة الجديدة في أفغانستان إعلان ميداني تمثل بتأكيد طالبان سيطرتها على كامل أنحاء أفغانستان بما في ذلك إقليم وادي بنجاشير، في وقت انطلقت فيه الاحتفالات بإطلاق كثيف للنيران في العاصمة كابول لكنها كانت دموية مع مقتل نحو 20 وإصابة أكثر من 40 برصاص الابتهاج، فيما عمد مسلحو طالبان إلى تفريق تظاهرة تطالب بحقوق المرأة والصحفيين في العاصمة الأفغانية مطلقين قنابل الغاز. لكن الوضع الميداني مغاير لما أعلنت عنه طالبان مع استمرار القتال بينها وبين قوات معارضة لها للسيطرة الكاملة على الوادي الوعر الواقع شمالي العاصمة الأفغانية، وهو آخر إقليم في أفغانستان يقف صامدا أمام الحركة الإسلامية المتشددة. وصلت الحركة إلى مرتفعات ديربند وتم صدها، وتعهد قائد جبهة المقاومة الأفغانية أحمد مسعود نجل الزعيم الراحل أحمد شاه مسعود بمواصلة القتال ضد حركة طالبان في سبيل الله والحرية والعدالة، بعدما وردت أنباء أن كلا من أحمد مسعود ونائب الرئيس السابق أمر الله صالح غادر البلاد إلى طاجيكستان لكن صالح نفاها. إلى ذلك تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا للمساعدات في جنيف في 13 من أيلول الحالي لدرء ما وصفها الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنها كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، مناشدا السماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل. سفير قطر لدى أفغانستان أعلن في جانب آخر أن فريقا فنيا تمكن من إعادة فتح مطار كابول لاستقبال المساعدات، وأن رحلتين داخليتين أقلعتا من كابول إلى مدينتي مزار الشريف وقندهار. جنرال أمريكي أعلن بدوره أن الولايات المتحدة نقلت معظم من أجلتهم من أفغانستان إلى قطر وعددهم نحو 57 ألفا خارج الدوحة، في حين لا يزال أقل من 1400 في قاعدة العديد العسكرية الأمريكية هناك. وإلى الدوحة يصل وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الأحد للاجتماع بالمسؤولين وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه من مساعدة خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، لينتقل بعد ذلك إلى ألمانيا وتحديدا إلى قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا والمشاركة أيضا في اجتماع وزاري. كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن سيتوجه إلى كل من السعودية وقطر والبحرين والكويت الأسبوع المقبل في جولة لشكر الحلفاء والقوات التي ساعدت في الجسر الجوي الضخم الذي نظمته الولايات المتحدة لإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان. ألقاكم في النشرة الختامية، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.